السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه حلقة جديدة. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة حذف سجل البحث الخاص بنا على الانستغرام. إذا كان يهمك الأمر تابع معي الشرح. في البداية كما نعلم فالكل منا يقوم بعملية البحث سواء كان على حسابه انستغرام أو غيرها من حسابات الأخرى، ولكن تبقى إن صح التعبير مخلفات هذا عملية البحث. ربما قد يقوم شخص ما بالدخول إلى حسابك على مثلا انستغرام ويجد كما قلنا جميع عملية البحث التي أجريتها على الحساب الخاص بك، وأنت لا تريد أن يشاهد أي شخص هذه عملية البحث، سواء كان كما قلت على الفيسبوك أو على الانستغرام أو على تويتر أو على التليجرام أو غيرها من التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي. إذن فكيف سوف نقوم بحذف هذه عملية البحث؟ فالعملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي سوف نقوم بشرحها. بعد دخولك إلى حسابك على الانستغرام سوف تذهب إلى محرك البحث بهذا الشكل. سوف تجد هنا جميع عملية البحث التي قمت بها كما تلاحظون معي هنا. جميع عملية البحث التي قمت بها، أنا قمت ببعض عملية البحث لكي تقوم بإزالة هذه العملية البحث التي تظهر أمامك. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر هنا على عرض الكل. بعد النقر على العرض الكل سوف يعطيك هنا المسح الكل أحدث عملية البحث. تقوم بالنقر هنا على المسح الكل، يقول لك هنا هل تريد مسح سجل البحث؟ لن تتمكن من التراجع عن هذا. في حالة مسح سجل عملية البحث يظل بإمكانك رؤية الحسابات التي بحثت عنها كنتائج مقترحة. يعني إخواني الكرام، إذا قمت بحذف هذه عملية البحث لن تستطيع أن تقوم برؤيتها على الحساب الخاص بك. إذا كنت تريد أن تقوم بعملية المسح أو الحذف تقوم بالنقر هنا على مسح الكل أو حذف الكل. إن كنت لا تريد يمكنك أن تقوم بالنقر على ليس الآن. سوف نقوم، نحن نريد أن نقوم بحذف هذه عملية البحث، نقوم بالنقر على المسح الكل. لاحظوا معي هنا الآن تمت حذف جميع عملية البحث التي أجريت على الحساب الخاص بنا كما تلاحظون إخواني الكرام. ليست هناك أي عملية البحث على الحساب الخاص بنا. طريقة والعملية بسيطة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.